عمرو يا عم، ايه المفروض ان احنا عازمين مين النهارده عندنا؟ احمد فهمي ده بقاله ساعه مكلمني بيقول ان هو مستني تحت. ايه ايه يا عمرو ده؟ يا عمرو دي قله ذوق يا اخي. طب اعمل ايه يا عم، انا تعبان. تطلعه هنا؟ لا احمد فهمي مش سهل. في دي عندك حق. طب اعمل ايه، انا تعبان انا كمان. سايبني ساعتين مقطوع في بيتكو؟ فين حماتو؟ ساعتين؟ دخلت البيت ازاي؟ طنط فتحت لي البيت. بيتك يا نجم طنط؟ الله هي هنا؟ اه دي كانت بتدعي لك اول طلعت نامت على طول. طنط هنا؟ تدعي لي لوحدي طبعا. بتدعي لك انت لوحدك؟ طبعا. لا قالت لي ربنا يهدي احمد برضه. قالت ربنا يهدي احمد. منور البيت. بنورك والله العظيم يا عمور وحياة ربنا. ده انا مبسوط اني معاكوا اصلا. وعقبال ان شاء الله منظورك في بيت الفهم انت وكريم ان شاء الله. بيت الفهم يا رب. الفهم ده هيكسر الدنيا. كريم حبيبي. اخبارك ايه؟ كريم قوي. كريم بس كريم بقى برضو كريم لاقي على عمرو اكتر. صح. هو برج القوس على فكره زي هو نفس برج. هو برضو نفس برج الهدوم النظيفه برضو. برج يعني نفتح الانستجرام عندهم هتلاقيهم لازم يبقوا اخوات قوي. كان لازم منمقين. منمقين محبوبين. لا هو برضو في سن الثقافه. لا ما تزيدش قوي. مش لدرجه محبوبين صح. كريم بس. بقول لك ايه كريم عنده حته ثقافه انسانيه في ولا هو كده شايف؟ لا راجل يا جماعه ايه انتوا يا جماعه ايه ثقافه انسانيه ايه؟ ايوه هو راجل يعني بيكتب كاتب. اقول لك حاجه الفرق ايه بقى الفرق ما انا بكتب والراجل ده بيغني وبيلحن وبيعمل وانت راجل ممثل وفن. بس هو احنا الفكره هنا واحمد بنعمل اللي يبسطنا يعني هو واخدينها لعبه طبعا للاخر خالص وفي الاخر النتيجه واحده. لسه عيال يعني. احنا لسه عيال لحد دلوقتي بننجح والدنيا ماشيه حلو وبتاع وبنهزر في حياتنا العاديه وبنعمل اللي احنا عايزينه. انتوا بتحسبوها بس ايه زياده شويه حاسبين وفي النتيجه واحنا في الاخر قاعدين كلنا مع بعض. احنا قاعدين مع بعض وكلها واحد بيعمل برنامج زي واحد برضو قوي لان اكيد احنا ناجحين. انا اكتر برضو فاهم سبايسي اكتر والدنيا سبايسي اكتر طبعا طبعا سبايسي اكتر. فاحنا لسه اطفال بس انتوا بتكبروا نفسكم بسرعه شويه والنتيجه اهو. انت وهو بتعملوا مين من اجره على انت صح؟ لا مش عايزين يعني بص مش هنحرجه صح في الحاجات يعني كده 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 حتى يعني موضوع اجر او الحاجات دي انا برضو كده كده برضو بيميل عليك ساعات وبتاع كاخ وكده كاخ كبير يعني. اللي بيتكلم ده قمصاني لبس جزمي سرق فلوس اكل شرب. لا فلوس دي فلوس دي يا عمرو كان زمان ايام ما كنت واقع. طب رد يا عم رد لما ربنا كرمني. ما كريم كان كده على فكره ماشي. كريم كان بيسرق جزم وكريم بقى مقاسه كمان اكبر. كان يسرق جزم فتكبر فتكبر شكله وحش جدا ولا لابسها بيمط الحاجه كانت بتبقى خناقات. نتكلم على موضوع بجد الطفوله ده بقى.
يعني انا فعلا بحس احمد فهمي واحمد سعد في حاجه مشتركه دايما احس في حاجه ده مشتركه. ده حقيقي. انا عايز اقول لك حاجه. فاكر لما كنا قاعدين في الكرفان نفس القذاره نفس الحاجه. فاكر لما كنا قاعدين في الكرفان انا وانت فانت بتقولي فبقول لك احمد انا بحس احمد هو اللي اخويا ودايما لما ايه ابقى عامل كارثه وترند والدنيا مشكله كبيره ايه اللي بيعديني ان احمد بيبقى عامل كارثه اكبر طبعا كتير طبعا افتح كده وانت بتخش انا عداء عداء في الجو ويقول لي ايه عدي واسعه واسعه هتجيب خش هتجيبك. لا الحمد لله رب العالمين انا ابتديت في الكوارس من سن بدري الحمد لله بالظبط. لا احمد فده اللي مخليني يعني وعملنا تاريخ يا احمد ليه قربنا نعدي مدحت صالح وفاروق فيشاوي تاريخ طبعا دي حقيقه. وفي النهايه احنا مبسوطين والدنيا عسل وما بنأذيش حد يا عم والله العظيم صح. عارفين ازاي تعيشوا اطفال لغايه دلوقتي عشان ده مجنني. اعتقد برضو هي تركيبه شخصيه خلي بالك يا عمرو بجد لو بنتكلم بجد يعني تركيبه احنا اصلا واخدين الشغلانه لعبه وشخاليل قشطه فاهم. اصل انت لو حرقت برضه جامد احنا بنركز في شغلنا بس لو حرقت برضه بره جامد ما هو انت شغلك اللي هيخلي الناس تحبك او ما تحبكش بالضبط. حياتك الشخصيه دي لا نقف هنا عشان دي بقى الموضوع ده خطير. قول يعني انت ما بيفرقش معاك حتى لو انت عامل ترند سلبي او ناس بتتكلم عليك وحش هيجي الشغل يصالح الناس ده رايك ده رايي مش يصالح هي مش فكره يصالح هو انت في الاخر زيك زي اللي بيشتغل في بنك. انا الراجل اللي انا بروح احط فلوسي عنده في البنك ده انا شعرفني هو عامل ايه في بيته ولا مع ابوه ولا مع امه ولا مع مراته ولا ما يخصنيش صح. هو بالنسبه لي احمد سعد هو راجل انا بسمع اغانيه وببسط ماليش دعوه بقى هو بيعمل ايه اصلا بره فعلاقتي بالجمهور هي كده. الا بقى لو انت انسان مؤذي وبتعمل حاجات احنا في الاخر كل اللي بنعمله لما نيجي نحكي القصه بعديها بسنتين بتبقى بتضحك طبعا. طب بذمتك مش بنسليك سيبك من اللي ساعتها بتحل مشاكل. عايز اقول لك على حاجه انا لو مواضيعي ومواضيع احمد ما بقتش موجوده على السوشيال ميديا الاعلام هيخسر كتير صح. عدد ساعات كتير عدد ساعات كتير هترمي على الارض في ظل عدم برضو وجود احمد الفيشاوي الفتره الاخيره مأثر معانا برضو احمد في ظل وجود احمد صح. هو اللي حصل له صحيح ربنا مش عارف والله العظيم احمد فهمي عنده حاجه غريبه بقى ايه كطفل يعني بيحدف الجمهور بالطوب في التعليقات السوشيال. انا اصلا ما كانش عندي سوشيال. انت بتهتم بالتعليقات السوشيال ميديا؟ بص انا ما كانش عندي اصلا سوشيال ميديا خالص لحد من 3 4 سنين كده مش فاكر بالظبط يعني بس اللي هو يعني قريب مش من زمان يعني انستغرام ده انا ما كنتش فاهم ده ايه. فلما عملوا لي انستغرام فانا فاكره في الاول والله العظيم يا عمرو فاكره زي الواتساب كده يعني لما حد يبعت لك حاجه لازم ترد لازم يعني ولو حاجه كمان حد شتمني فكنت برد يعني رد ردود انا مش عارف عملت كده ازاي ساعتها فكنت برد ردود شديده فكبت طلاق ايه ده فبتكبر كبت طلاق على المسرح ايه ده طيب ما تسيب الحاجات دي مش سنك مش سنك خالص والله مش لاقي عليك يعني انت جاب دباديب انا اللي جاب دباديب احنا مصدقين كاظم السائل ولا ايه طيب الله يسلمك بس طيب يا مدرسه مدرسه الطفوله انتوا ليه يا جماعه مدخليني انا كان انا انا مش عارف انا حاسس ان انا اخو عمرو انت مكبر نفسك فانت خلاص بالنسبه لنا دلوقتي جراند يعني انت دلوقتي مثلا كاني قاعد مكبر نفسك مش بالنسبه لنا انت بالنسبه لناس كتير انت عندك مع صلاح عبد الله دلوقتي انا مع صلاح عبد الله بس سابق صح صح انا ظهري وجعني لا بس والله انت مكبر نفسك في الحته دي فاهم عاملك كده عايز تنزل على ارض الواقع اعمل حاجات غلط كتير عشان تبقى قاعد معانا لا هو مش هيعرف هتبقى فيك صح الغلط بتاعه فيك صح 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 المفروض ان يوكي في مسلسلاته الممثل القدير عمرو ما هيبقى كده لا بس ما ينفعش انك انت تبقى كبير كده تتصرف كطفل يا باشا واي حاجه تاخدها على بقك مش كبار انا عايز اسال سؤال انا عايز اقول حاجه على فكره هو بس فاكر ان موضوع الكبر والصغر سن لا دي اخلاق من جوه صح هو يعني من جوه مخه مكرمش فاهم قصدي انا احنا وشه حلو وبتاع بس جسم فاهمني بمخ بالظبط والله كم جوازه انا كم جوازه انا 3 انت كام قبل السؤال ولا بعد بس على فكره 3 مش 3 مش ايه ده يا عم 3 ايه بس 3 في كام سنه برضو ما هو انت برضو برضو احسبهم واخدهم في الوقت في اخر دقيقتين انت ايه ده صح 90 بلس هداف ربنا هداف في 90 انت كام طيب بجد انا 4 4 دلوقتي انت اتجوزت يا احمد لا امال ايه بس ممكن يكون حصل واحنا مش عارفين لا يعني لحد دلوقتي لا 4 انا اتجوزت 4 في واحده في بدايه الحياه وبعد لما كده لما ربنا كرمك بقى قلت خلاص بعد كده مش عايز حد لا خلاص بقى كبرت وبعد كده بس يعني انت سابقني انا سابقك بواحد
أوكي. ولو حاولت تسبقني هسبقك تاني لان انا مش باخر بس ممكن ممكن نخش في اتنين مع بعض يا رب المحافظ على الفرق دي حلوه دي يا عمرو والله دي هادي نخش في اتنين يعني نخش بنفرين كل واحد الاول وواحد الاخر عارف ان احنا هنتشتم جامد جدا على عادي هو ده اللي هيتاذي احنا عادي هو ده بقى انت هتجرب دلوقتي بص احنا هنعمل لك تجربه فظيعه جدا انك اول مره هتتشتم شوف انت هتتقبلها ولا لا معانا طب انت قبل كده عمرو حصل عليك ترند سلبي حصل في ايه بقى مره هتقول ولا اقول ابقى انهي واحده ما هي مهرجان الجونه انهي الاولاني ايوه مهرجان الجونه بص يا ريس انا كنت بحضر لفيلم والفيلم ده عايز اعمل شعري راستا كده ايوه والله العظيم وربنا كدبه ماشي خليه يكمل وربنا كدبه ما انا جاي لك قول لي قول الحقيقه انا جاي لك يا عم هو بيفرش لا هو بيفرش لا والله هو كنت حابب الراسته ما انا مستنى لا مش حابب الراسته ماشي كويس ما هو ده الراجل الموجود المنتج كويس فجبنا يعني جبنا حد يجرب الموضوع ده عجبني في وجهه نظري انا الفاشله لا انت كنت عايز تعمل دم جديد ابتكار ما انا شعري طويل بقى مش هقصه هوليوود وبتاع هوليوود اه طبعا فاهمني اه بالظبط برضه فيها دي فيها دي صح يا اسف فضربت في وشك انا اول مره انا اول مره يصعب عليا عمري في حلقه بسف ايه بقى يا لهوي ايه بقى سفة انا ما فهمتش انا الناس لبستني حلل على السوشيال ميديا ايه ده رقم واحد طب ده في شهر ده في قصه شعر ده احنا بنكلمك في حاجات كبيره لا لا الشعر ده انا بعملها بين الحاجات لما بحب اريح يعني بريح بيها ايه اسوء ترند حصل لك اسوء ترند هو ضايقك في حياتك يعني في الشهر اللي فات ولا عايز في حياتك في حياتك بس ده كتير قوي يا عمرو مفيش حاجه لا عمرو. اكتر حاجه ضايقتك بجد والسؤال ليك برضه يا فهد اه ما انا عايز انا بفكر اصل هم كتير يعني هو كل الحاجات اللي قوي ضايقتك يعني ما بقتش يعني مش عارف اتعامل معاها اتغصت هو اول ما السوشيال ميديا فتحت انت خلي بالك السوشيال ميديا انت اصلا لو منزل صوره عاديه بتتشتم يعني كده كده اصلا دي معانا يعني اي حد اصلا انت مكرم يا ابني اي حد اي حد اي فنان بينزل صوره لازم فانا كنت في الاول انا مش فاهم ليه بتعملوا كده يعني انا عملت لك ايه ده انا منزل صوره عادي انت قصدك الاول كنت بتتضايق وبعد كده بقى ايه جلدي تخن فبقيت انا احب اخش النهارده اشوف هم ايه الله عاملين الله ايه عشان هرد على مين النهارده والدنيا تبقى لذيذه بعد كده بطلت بقى خالص بس هو فكره ان انت فكره خلي بالك انا بحقد دايما على الاجيال اللي قبلنا في الممثلين وفي المطربين وكده عدم وجود سوشيال ميديا دي ده كانوا بيعملوا اللي هم عايزينه طبعا ومفيش غير كاميرات يعني انت بس مفيش كاميرا موبايل يصوروا بيها في سهره في اي حاجه فيجي يقول لك يبص الاجيال كانت عامله ازاي سلام لا بس كان في صحافه بتلعب نفس الدور يا فهمي لا مش نفس الدور مش بالكبر ده كم واحد هيقرا الصحفي 100 مش يا حبيبي مهم. لا طبعا كان الصحفي الكبير ده لما يجي يعني يخبطك مقال او راي ممكن ينهيك يقضي عليك النجوم الكبار زمان كانت بص بتحرص على علاقتها وتصريحاتها بالصحفيين بس برضه مش بنفس يا عم لا طبعا الناس ده عمر طبعا ولا انت زمان لما كان في ناس ما كانش حد بيعرف غير طارق الشناوي يعني والكام واحد اللي هيقروا لكن دلوقتي انت لو سقطت في عمل السوشيال ميديا هتزلزل بص صح انا عايز اقول لك على حاجه مره والله العظيم مره انا بكلم مراتي انت فين قلت لها انا في مشوار كده بجيب اكل وكده انا بكذب فاهم كالعاده هي بكذب كالعاده يعني اصلا جابتني بصوره من البنزينه انا في البنزينه ماشي وهي جابتني صوره واحد بيحط بنزين ما بيعملش حاجه هو بيكذب بس عشان ياخد ذنب بس انا بكذب بس كهوايه لكن هو بيعمل حاجه صح عادي انت بنزين فاهمني صوره قال لي تعالى اتصور انا وانت فتصورنا راح حاططها يعني فاهمني في ثانيه انت تتعرف انت فين ومكانك فين ولو عربيتك ماشيه انت معروف انت فين يعني انت موجود في الحياه يا جماعه هو ليه الستات بيحبوكوا قوي كده يعني ليه سوقكوا ماشي عشان فولكلور بيعملونا فولكلور يعني بيعملونا حاجه يعني دماغهم بتبقى في الهوملس ايوه بالظبط بيعملونا فولكلور عادي يعني لا بس انا اسال سؤال انت بتتكلم على الكذب دلوقتي انت كنت فعلا بتكذب وانت صغير يعني من الكذابين الحلو وايه احسن كذبه مثلا يعني بص يعني انا بكذب في العلاقات يعني دي في العلاقات ده مش على ابوك وامك لا طبعا يعني ما دي علاقه برضو دي مش علاقتي بابويا انا اللي عندي علاقه بيهم اكيد بكذب برضو وانت مالكش علاقه بابوك وامك ولا ايه لا بكذب في علاقاته بكذب في علاقاته يعني يعني ما بيكذب ما فيش غير نفسه بس يعني انا صادق مع نفسي بس يعني معاك بصراحه عملاق ما تكذبش مني عملاق
هيموتني. احنا بجد بجد انا يعني اكيد انا بحس انك انت بجد في تشابه بيني وبينك في حاجات كتير جدا بامانه. ايوه انا حتى الناس بتشوف الشكل لسه والله يا احمد ربنا. من اربع ايام ولا حاجه كده ناس كتير بتقول لي كده. واحده معديه قالت لي انت اخو عمرو سعد؟ يعني لا عارفاني ولا عارفاك. اتكلمنا يا عمرو عن نفسك شويه. انت اول مره تجينا انا واحمد. لا انا عايز اتكلم على السن بقى. انت مثلا دلوقتي هتفضل كده عايز عامل طفل لغايه ما تبقى متصابي؟ يعني ده خوف من سنك يكبر؟ مش هنبقى متصابين. مش شايفها ايه ده؟ مش هنبقى متصابين احنا مش اصل المشكله ايه؟ ما انا اهو احنا قدامك. ما انا بقول سني عادي مثلا. ده احمد كمان مش متصابي اكتر مني يعني. ما بيحطش صبغه على دقنه. انا بحط يعني الراجل حافظ مركزه يعني تمام. وبعدين عمر انت في ناس تحس ان هم مولودين كبار. ايوه بس بقى ما تتكلمش عليه اكتر من كده. يعني عمر مولود جراند صح؟ نزل للدكتور. يعني انت عارف عمر عمل ايه؟ عمل ايه؟ عمر الكفوله بتاعته كانت ببيبيونا من كتر ما هو راجل منمق. ونزل سلم على الدكتور قال له العمليه كانت هايله وهو بيتولد. انا وقام مدمع زي شوف الدكان شحاته وحضر. اقسم بالله خايف من المقابله دي. انا مش عايز اقابل الاثنين دول يا جماعه مع بعض. انا عارف ان هطلع على المسرح واتشيت وهتنال على عيني. شبخت اول مره امتى؟ عمر اول ما كان بيجوع ويعيط. اول مره امتى وليه؟ شكرا ياسر عبد الرحمن. هو ما بيعيطش ما بيوقعش بدمعة واحدة دمعة كده. واحدة فاهمني صغير جعان فاهمني راح مرغرغ سحبوا له برابع. يا جماعة لا مش كده. لا والله لا بس أنا كنت بس إيه عارف عيل خجول بتكسف بس هي دي مشكلة. وذمة أبوك إمتى كنت عيل؟ أنا معاك من أول ما اتولدت. يعرفك من زمان يعني. اتولدت؟ ما هو ليه أنا خجول؟ خجول ليه؟ طب سيبه يتكلم برضه. يلا ماشي. يعني ممكن ما فيش ثقه كفايه. كنت طفل رفيع قوي يا فهمي رفيع وداني عامله كده من الرفع عارف اللي هو العال دي. مش عارف ببص في المرايه عايز ابقى شبه واحد صاحبي مش عايز ابقى شبه نفسي. عارفها دي؟ في واحد صاحبي انا عايز ابقى شبهه وهو مش عايز ابقى انا. فكنت ايه وبعدين اشوف طول عمري بقى مثلا اشوف بنت مشاعري فبص بس ما اقتحمش ابدا. بتحبها لحد ما يتصاحب واحد تاني وخلاص. بحبها من طرف تالت. عمرو طول عمره سلمه. استنى انا بقى يا ريس. قبل ما اقول لك بس دي عشان بس هو كان بيتكلم في نقطه مهمه قوي وانا حضرتها. يعني انا هموت وافهم هموت وافهم. ازاي الستات والبنات بتموت على شكل عمرو ده؟ اقسم بالله ده كان شكله عجيب جدا واحنا صغيرين. وهو صغير كده. على فكره كريم اخويا كان كده يعني واحنا صغيرين في العيله. لا والله كريم اسمر شويه يعني كريم اسمر من بقيه العيله شويه. فكانت جدتي شايفه ان البيض احلى. طبعا هو كريم شكلا احلى واحد في الاحفاد. كريم شكله طبعا حلو. كريم لو مش كريم لو مش شكله ما تطقش. هو كشكل بس احنا واخدينه كشكل في حياتنا من بره بناخده في الخروجات. محدش يتكلم على كريم في غيابه. والله كان لازم كريم كان لازم يبقى موجود والله العظيم. ما تكلموا يا عم كلموا يجي دلوقتي. فانت عارف اللي هو ايه يعني بدور على حاجات تانية فاهم ابقى مع نفسي فيها يعني انطوائي شويه. ترسم بقى كده الحاجات ارسم دي. طبعا كنت رسام شاطر قوي. مضطر ده رسام مضطر ما عنديش عايز اعمل اي حاجه. كويس اخويا سامح كان بيديني كتب مثلا اشتري كتب اقراها افضل اقرا كتب. وبعدين عايز اكبر بقى مصر اكبر يعني انا في سنه ثالثه ابتدائي عايز اقرا بقى مصطفى محمود وانا مش فاهم حاجه. ايوه انا عايز اخرج من المرحله اللي مضايقاني دي اللي هي بتاعت انا اصلا مرحله الطفوله دي بالنسبه لي يعني انت بتتكلم في كتب مصطفى محمود. انا كان بريد ميكي فاكر في اخر ميكي كان في بريد ميكي ده اللي هو اتبدلني. انا ميكي قريب مؤخرا بقى فاكر دلوقتي رجعت له. لا بريد ميكي ده كان العيال طماعه قوي يا عمرو لو فاكر. كانوا يقول لك تبادل جهاز اتاري بعددين ميكي. ليه؟ انا عبيط يالا. طب سؤال يا فندم كان في بمبم سؤال. امتى الواحد بيحس انه كبر؟ بيحس بالعجز؟
لا هو طبيعي بس دي بجد يعني كلام بجد انت طبيعي سن سن مع السن مثلا لما تيجي حتى تخس بتلاقي الحرق مش زي ما كنت في الثلاثينات او كنت في الفيزيكال يعني انت بتحس طبعا جسمك بتحس بجسمك كده طبعا وبعدين برضو بيجي لك لحظه مهما كنت ممكن احمد يعني برضو اساله عجوز وعارف لا يعني بتتخض فجاه بتلاقي شكلك بدا ايه وممكن على فكره يبقى للاحسن بس انت ساعتها ايه ده ايه ده ايه اللي بيحصل ده وهي سريعه اصل انت النهارده انا النهارده عندي 43 سنه اصلا عدوا طبعا أوه. صح؟ لا لا ولا حاجة بس أنا لا أبالي لا أبالي بالتغيرات الجسدية يعني بالنسبة لي ده شيء ما هو أنا هتعامل بيها هو أنا بس باجي أجري ما بلاقوش بيساعدني هو ده اللي بيضايقني بس أنا عامل زي لا أنا بس أنا بقول لك أنا ماشي بالعربية مخبط يعني تمام عايز أقول لك بدل ماشية مكمل عادي بس عمرو أجهزته نفسها قديمة 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 بقول لك أنت أجهزتك قديمة مولود 43 يعني بداية ولادته أنا بجد يعني ما بحبش العجز ما تحبش العجز العجز لا عشان ضعف وعشان حد بس لا. العجز اللي هو قدام مش لا. العجز اللي هو دلوقتي يعني مش اللي هو انت فيه دلوقتي ما بحبش العجز ما شاء الله داخل لوحدك احمد مش مسندك ولا حاجه يعني في سنك ده الناس ما بتبقاش كده العجز بتاع قدام مش ده احنا فيه عمرو اللي بيسيبنا شويه معلش عايز الكلام بتريح انت اطلع لهم ماما ده يا عمرو لا عايز اقول لكم على حاجه بجد بجد والله العظيم يعني ممكن هو بس ما بيكبرش السن فعلا غير الازمات اللي هي بتروح ضربه تسيب علامه تحس انك انت قبلها حتى لو يوم قبلها مش هتقدر ترجع تاني لقبلها صح والله العظيم صح. في حاجات كده ازمات معينه فاهمني بتسيب خلي حاجة خلي بالك احنا من كتر ما احنا بنبين ان احنا فاني والحياه مش فارقه والحياه ده ديفنس بس جوه هي الحياه فارقه قوي جدا وانت بتفكر اكتر من اي حد وبتزعل بس انت بقى بتدي لنفسك المسكنات اللي تخليك تعرف تعيش مع الناس دي وخلي بالك كل ما درجه ادراكك عليت وكل ما ذكائك عالي كل ما هتتعب اكتر لانك هتبقى فاهم كل حاجه هتلاقي اللي قاعد معاك بيقول لك وانا راكن عربيتي المرسيدس بره هو عايز يقول في الجمله ان عنده عربيه فانت بقيت تتضايق منه وبقيت الناس مش متضايقه لانك فاقس هو عايز يقول ايه فكل ما ادراكك بيزيد كل ما انت بتتعب اكتر صح فبنضطر نغلوش عليها بالشويتين اللي بنعملهم دول عشان نقضي معاكوا 60 70 سنه دول ايه صح خفاف ولزاز لا وفي ازمات يا احمد بجد بيبقى صعب جدا تخرج منها وممكن تعمل حاجات تغلوش على وجعك ها فتبقى مشكله اكبر تبقى مشكله برافو عليك انتوا عمرو سعد يا جماعه ولا ايه انتوا عمرو سعد صح انا ابن عمرو سعد حصل دي عملنا ايه طب انت يا احمد بصراحه كده ما تزعلش مني لا خالص في ستات كده تقول لك يا احمد فاهم ده ما بيحبش ما بعرفش يحب ممكن يكونوا يعني رأيك ممكن يكونوا حاولوا معاه هو خلعني من السؤال لا بس هو صح هقول لك هو ممكن يكونوا صح على فكره بس الحاجه ايه ان انت لما بتاخد قرار جواز او ان انت تخش في علاقه او اي حاجه انت مش ما بتبقاش داخل تقدر نفسك انت فعلا بتبقى حاسس كل الاحاسيس اللي انتوا بتحكوا لنا عنها مليون في الميه وفجاه الله الله الله, الله. المواضيع ما هي اسمها مشاعر يا جماعه بتتغير برضو يعني هي اسمها كده اصلا ما يعني في المواضيع انا ساعات بنباصص على الناس المستقر سيبك بقى زي ما احمد كان بيقول لك من شويه احنا جوانا برضو ساعات بنحسدهم صح اقسم نفسي ابقى كده العظيم انت بتتكلم كلام غير عادي نفسي ابقى كده بالظبط انا عايز ابقى كده هو وراجع البيت مبسوط ده مش ما يقللش خالص من الناس اللي انا يعني كنت معاهم ايوه طبعا ولا انا وهقول لك غالبا احنا اللي غلط عشان نقول برضو الحقيقه بقول كده عشان بقول كده دايما برضو ما نقللش لا ما ممكن المشاعر تتغير وتفضل متمسك مش مشاعر اقصد ان انا بحبها او ما بحبهاش الجو العام نفسه متعب. ممكن تكون شخصياتنا احنا مش جايه هنا بناخد القرار ايموشنلي جدا ممكن ما يكونش بعقلنا بدرجه 100% فبنلاقي نفسنا بعد شويه لا احنا مش في المكان الصح مش الشخص هو اللي مش صح صح ممكن احنا اصلا ما ينفعش نتجوز ممكن اي حاجه تانية لكن ما بيعرفش يحب دي ما هو ده مش مقياس بتاع حد لا بس ما تقولش ما توصلش ان ما ينفعش نتجوز اظبط كلامك لا احنا ما ينفعش بس هنتجوز يعني ما ينفعش بس هنعملها احنا هنتربط كده بس فيه رقي في الكلام
احنا في رقي تحس ان اتنين حراميه قاعدين حاسس انا حاسس ان انا بسمع كدب. لا هو 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 الجواز بس والله احنا في الحاجات دي ما بنكذبش. لا احنا لا احمد كداب انا بس انا احمد انا شايف والله احنا كدابين في ازاز بنزينه زي فاهم زي لا مش كداب ده نزع كام كدبه مؤخرا انا مش عايز اقول فعلا بس احنا هوا يعني اوعى تقول حاجه لا عادي بس بيكذب عادي جدا تمام بس في اللي هو بيقوله دلوقتي حالا ده هو مش كداب انا مش كداب والله وانا مصدقه هو بيبقى داخل نفسه انت عايز تطلعنا طب اقول لك على حاجه اقول لك على حاجه وانت ملاك اقول لك على حاجه احنا مش ملاك ده احنا كل ده عايزين نطلع منه لا حصل وش يعني كل ده ملاك ده ملاك ده ملاك ايه في ده ده ملاك واقع في ملاك ده احنا قلناش ان احنا ملاك ابدا خالص ده احنا بنقول احنا اللي غلط اصلا اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم عشان كل الناس بتشوف بس انا هموت واستقر انا عارف اقسم بالله لما بخش اي علاقه والله العظيم يعني اللي في مخي دلوقتي حالا سيبك بقى شخصياتنا عامله ازاي والكاميرا احنا بنبص للناس دي يا بختك انا نفسي ابقى كده بالظبط والله العظيم مش عايز ارتاح بقى ما دماغنا دي مسوحانا برضو خلي بالك يعني مسوحانا برضو جامد ما هو انت كل شويه في مشكله وبتخرج منها وبتعمل والناس تتكلم عليك وتقول طب اختياراتك مدمره حياتك دي في فيلمك وادي المطرب اهو النجمه والله ده نجحت ليه عشان احنا الاثنين مخزون عملت شارلز مع بعض عشان احنا الاثنين بس هو غالبا اختياراتهم هم اختيارات بس انت بتسيبنا نقول عيلته خرال كككك دي وحشه يعني كككك لا مش عايز مش ككك دي انت بتسيبنا نقول لوحدنا البطي كله بقبقا ومن حياته كككك ايه اسود على الفشل شاورش يا ريس شاورش كده دي بتخض احنا هنعمل يعني ماشي يلا ودننا البطي كله بقبقا ومن حياته كككك كككك لا لا اصلا كككك معلش دي اللي هي نهوان صح ده انت لو قصد تقهرني مش هتعملها كده طب البطي كله بطبقة من حياته باكي طا ايه بقى؟ ليه؟ ايه بقى يا جماعة؟ ما انت بتسيبنا في حتة صعبة انت ليه بتعمل كده؟ انت بتسيبنا في حتة صعبة انت في نص في حتة بصر انا مش بقول الأطلال يعني انا بعايز كاك 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 بس ده شغلك يا احمد ده شغلك يعني انت بتقول بتتكلم مع في البيت ولا ما حدش يعطلني عشان انا في ميتنج مهم انا في شغل كاكي كاكي انا في ميتنج قال لي هو ده شغلك ها وخلي بالك ده حاجه انا على فكره مجتهد فيها جدا ايوه انا بقول البطي كله بقبقه من حياته كاكي كا البطي كله بقبقه من حياته كاكي كا ذمتك راجل كبير يعني شفت بقى شفت الفلوس بتعمل ايه الحوجه وحشه يا لهوي يا لهوي على الحلاوه يا لهوي على كل واحد فينا بقى جايب ايه معاه من وهو طفل كل واحد يقول يعني ما جبتش معايا حاجه الحاجات كلها ضاعت عمرو ممكن تسالني السؤال من غير عمق يعني اسالني السؤال من غير عمق مش جايب ايه وانت طفل اسال السؤال صريح انت احنا قاعدين بنتكلم الله طب مش عارف اركب السؤال انا من غير عمق ركب السؤال ايه وسؤال ليه يعني ليه سؤال ليه يعني معاك من الطفوله يا ريس يا ولا حلوه الجد منه ولا الهزار يعني لا بجد الجد منه مفيش جد بقى يا جماعه بقى خلاص خليه بقى عشان ما هو احنا يا جماعه يعني ايه صفه في بعض المؤتمرات ما كنت تعمل البرنامج لوحدك لو انت عايزه كله كده تعمله لوحدك والله اتمنيت ايه الصفه اللي معاك بتحس معاك من وانت طفل يعني بص هو في حاجه بيقولها لك دايما ايه ان انت جاي دايما جواك انر تشايلد كده
الطفل اللي جواك اللي هو انا ما جواش اي حاجه انجليش على فكره يعني عشان بس تبقى واخد بال حضرتك يعني فلو اقولها بالعربي عشان افهم انا جوايا ولا لا جواك طفل جواك طفل عادي عادي صح مشكل بقى جواك طفل ما قلنا انر تشايلد عشان بكلم عمر كنت هاجي لك انت بحاجه ثانيه ده اللي انت اصلا بيلم كل الخبرات اللي عمل ده عنده 10 سنين وبياخد كل الخرابيش والحاجات فلما بيكبر معاك بيفضل هو لسه صغير فبيبتدي يخاف من حاجات هي مش حقيقيه دلوقتي يعني انت زمان مثلا ممكن ايه بيبقى في حاجه اسمها الحب المشروط اهلك دايما يقول لك لو نجحت اجيب لك عجله لو عملت مش عارف ايه اجيب لك حاجه فانت دايما حاسس ان انت لازم تعمل انجاز عشان تتحب فلما بتكبر ومثلا تعمل فيلم وحش ولا اغنيه وحشه ولا اي حاجه تحس ان دي اخر الدنيا لو ما عجبتش الناس الله. صح حلو. الله 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 صح اه والله انت بتذاكر من ورايا شفت بيتك اقسم بالله اقسم بالله منطق صح؟ عظيم أيوه. انت عارف ان احنا فعلا بنتربى على اساس انك انت بتستمد كل قوتك من اعجاب اللي حواليك هي دي ودي اغلط حاجه حتى كريم مثلا لما بيجي يتكلم مع بناته فاقول له اوعى تربط لهم دايما ان هو يجي لهم حاجه بان هم يبقوا كويسين هو كويس ده لنفسه انما يجي له حاجه دي عشان انت بتحبه فكرة كده كده هحبك حتى لو انت وحش كده كده بالظبط انما احنا هنا فاحنا كبرنا فانت كمان شغال شغلانه الكريدت بتاعها كله معنوي سيبك من الفلوس ان انت ما هو المعنوي ده هو اللي بيجيبك الفلوس فلوس معنوي انت كمان بتقولوا عليا انا انت بتقول عليا انا صابت معنوي على انت بتقول انا مقابل يا عم انا بسالك سؤال يعني بتقرقط في ضوافرك بتنفخ بلالين معاك بتخطئ مش حاجات من دي يعني ايه الحاجه اللي هي خطك وحش خط وحش بتحب تركب عجل كده يعني كده قصدك الحاجات اللي هي دي يعني لا زي ما انا بحب العب كوتشينه دي اكتر حاجه بحبها انا على فكره والله مش انا من وانا انا هو هو انا هو نفس الشخص يعني انا ما هو ده اللي مخلينا لحد دلوقتي في مشاكل كتير ان هو نفس الشخص ده هو اللي مسيطر يعني في ناس تقول لك يا اصل انت راجل بقيت نجم ولازم وبعدين انا مثلا ده بيسبب لي مع زمايلي كتير ساعات ان انا بقيت احب واقفل من الناس لان انا عارفه في الحقيقه فلما بصحى يصحى من الصبح عليه حاطط صوره بجد كلكم وحشتوني مين اللي وحشك مين اللي وحشك على الانستغرام تعرفهم طيب شكرا ان انتوا بتدعموني وشكرا ان انتوا جمهور بتحبوا بس هو انت بتضحك عليهم قوي لان انت ما تعرفهمش فده انا رافضه لان انا نفس الشخص اللي ما اتغيرش انا في الاخر اشتغلت شغلانه ربنا كرمني فيها فمش هضحك على الناس بالزبط. انا زي ما انا بس انت كتبت كم مره جمهوري انت عارف ان الدنيا كتبت كم مره كتبت عمري ما كتبت جمهوري مفيش حاجه اسمها كده الجمهور ده مش بتاع حد اصلا لا لا انا بقول لك انت عارف يعني فعلا في اللي انت بتقوله ده بس هي الدنيا اتغيرت تحولت للي انت بتقوله هو اللي اصح يعني ايه يعني زمان كان الناس يعني اعتقد في طريقه ادائها على الجمهور او طريقه كلامها مع الجمهور ان جمهوري هو اللي دعمني واللي وقف والناس كانت بتطلع بشكل معين دلوقتي الحياه اختلفت تماما دلوقتي اي حد ملزق وبتاع الجمهور بيقفشه لو ما طلعتش طبيعي وحقيقي والناس شايفينك حقيقي لان هم اصلا بس في كام حد برضو ما هم مشكله مش ان مقفوشين. مش مقفوشين كتير وبيروح بسكه حلوه يعني هو مش فارق معايا هو حر وهو مبسوط في حياته كده بس اقصد ان انا بحاول احافظ دايما طبيعيتك ما هو انا دلوقتي ببسط وانجح وبجيب فلوس ليه عشان ابسط لو بقيت واحد تاني يبقى واحد تاني هو المبسوط مش انا يعني لو بقيت واحد تاني ولازم وانا نازل ابقى لابس مش عارف يعني انا وانا داخل النهارده فسامي بيقول لي يلا فهمي هتغير قلت له انا سامي زي ما انا انبسط كده قال لي حلو انا عايز اطلع كده انا يعني ده انا بلبس كده طيب اعمل ايه هو ده حلو لك الكسف كده انا عايز اللي هو ما انا جاي ضيف فهو مش عارف يقول لي انت يعني ايه ده قلت له قال لي يعني اندر دريست شويه قلت له انا كده انا كده لا انا تعرف انا يعني يمكن انا حاله قدامكم مثلا اللي حصل لي بالظبط انا حضرت الاتجاهين يعني انا طول عمري بطلع في البرامج لو جبت البرامج هتلاقي طبعا انا من الناس جمهوري بشكره جدا جدا على الدعم وانا وكنت ملزق قوي ربنا ما كرمنيش في حياتي غير لما تخليت عن الطريقه دي وبقيت بطبيعي بقيت اي حاجه اقول بقيت حقيقي بس بقيت حقيقي اول ما بقيت حقيقي والله العظيم حتى على فكره قدام ليها فاتوره بس يعني بس هي احسن طبعا صح يعني ليها فاتوره بس هي احسن وفي زيك عمرو اللي هو بيبقى ايه بس البروفايل انت جبت ايه بقى معاك من الطفوله جراموفون مثلا
بيشرب سيرلاك في بايب. جاب سيجار. عارف العيال دي؟ جبت ايه معاك من الطفولة؟ لا يعني في حاجات بحبها من الطفولة. جبت ايه معاك من 102 سنة؟ هقول لك يا راجل. ان انا مثلا ايه احب، انا كنت بحط مثلا اطلع فوق سطوح البيت واحط ازايز وبالطوبة اقوم حادف. بص انا عبقري يا فهمي في الحكاية دي. انا ممكن وانا مغمض وادي لك ظهري وارمي في الباسكت تيجي من اي مكان. كذاب. هات الباسكت. هات يا كذاب. وربنا ابدا. هات الباسكت وربنا ابدا. خلاص اصل انا بقالي البيان عليه 20 سنه ما جابش ولا ورقه في باسكت. يلا يا باشا استنى وريني بقى الباسكت يا باشا. الباسكت كذاب. الباسكت اقول لك على حاجه. ده انا وديته ورقه قلت له ارميها في الاوضه هيرميها بره. هيرميها بره الاوضه. هات 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 والله العظيم اي حاجه. هات القلم ده احذفه يا عم. لا بص الورقه قد ايه؟ مش حادف في حته دي. بص الورقه قد ايه؟ يعني بص الورقه قد ايه؟ دي ما تنفعش. يعني لو سبتها تقع من ايدك هتيجي. بخبرتي كده الورقه دي ما تنفعش. ابتدينا بقى. الورقه دي ما تنفعش. انت عايز ورقه عامله ازاي؟ ايه رايك دي؟ هنا؟ لا بقى قريبه جدا. انت بدات تخاف. ايه اللي هيعمل؟ لا استنى عشان انا عايز اعمل دور باسكت. باين ان انا مش باسكت. استنى محدش واخد بالي. اعمل رجلي كده عشان لو عايز يفتحه. يا حبيبي افتح الباسكت. يلا بس انت ليه مش بغطى؟ انا بغطى وانا مغمض. انت عايز تفتح عشان يعملها ونخلص. افتح كده. افتح فهمي. بس ما تبقاش رخي. الحق. طيب برافو يا عمرو. حلوه. جت برافو يا عمرو. ايه ده يخرب بيتك. برافو. انا كنت مغمض. لا حلو. انا مش عارف ازاي انت مغمض وجبتها. انت مين مورانك كتف؟ مين مورانك؟ بقول لك ايه يا عم العالم. قول لي يا عم. اغاني احنا بقى طالما احنا الحياه دايره بينا في سكه الاطفال والتوبيك لطيف قوي عايزين نغني برضو. بس نغني اغاني اطفال. قول لي يعني اغنيه جايه مع الطفوله. انا في اغنيه. ايه بقى؟ اغنيه اطفال كانت بتخوفني جدا وانا طفل. اغنيه توت 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 قطر صغنطوط في ميعاد مظبوط بحسه الموت. بالمزيكا الناعمه بتاع فاهم. مزيكا ماينر كيس كده بنت لذينه. انا ببقى فانا طفل وخايف ومش قادر استنجد بحد. خيال غريب. طب وحياة امي لخليك ايه قطر دلوقتي هبرقك. بس قول معايا بقى لان انا ما بعرفش اجيب لحن اي حاجه. طب انت ايه اكتر اغنيه؟ طب انت كنت بتحب اغنيه ايه؟ اغنيه ايه والاطفال اللي اسمهن؟ انا كنت بحب وانا طفل اغنيه طفيت كل الشموع وقلبي ارتاح ونام. الله. ارتاح من الدموع والحب والالام. طفيت كل الشموع. اكملها لك دي ولا عايز اغنيه اطفال؟ عايز اغنيه اطفال؟ لا بهزر. عدى النهار والمغربيه جايه تتخفى ورا. اسماعيل ياسين كان لذيذ ولا حقيقه ولا عمرو؟
حضرت اسماعيل ياسين ولا لا؟ كان لذيذ. اتقابلته؟ ما كنتش لسه اشتغلت. لا نقول انا عايز اقول الاغنيه بتاعتي وانا طفل بحبها قوي. عارف ايه اللي بحبها قوي وانا طفل؟ ايه؟ بتاعت انا 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 ابريق الشاي ايدي كده ويزي كده اصب الشاي وارجع كده واعرف برضو يا كتاكيت احكي حواديت انا 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 ابريق الشاي ايدي كده ويزي كده اصب الشاي وارجع كده واعرف برضو يا كتاكيت احكي حواديت كان كان ايه في ايه واحد مزيكاتي كان كان في واحد مزيكاتي ومعه صاحبه المؤلفاتي في لب كده لا بتتلوث اسناني ولا تسوس كده لا بتتلوث اسناني ولا تسوس بتبوق تحتاني من تحت اهلي فوقيه دي صابونه شقيه بتشعوط لي عينيا هنبت نفسي الوشي بتردد لي عينيا منك يا صابونه يا شقيه يا مجنونه منك يا صابونه يا شقيه يا مجنونه. بيعجبني تركيزك في شغلك يعني. الحمد لله رب دلوقتي بقى جه الوقت اللي احنا فيه. احنا كل ده الفتره اللي فاتت دي بنتجمل. احنا عايزين نتكلم عن قذورات الطفوله. طب انا عايز اسالكوا سؤال الاول. وانا ليه ماسك ده اصلا؟ عايز اسالكوا سؤال الاول. ايه؟ انتوا فرق السن بينكوا قد ايه؟ يبي قوي. ليه؟ بس عايز اعرف. ست سنين. ست سنين؟ عمرو اكبر من ماما اصلا. اكبر واحد في الاسره كلها بابا وماما. اول واحد اكبر من امه. لا 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 فرق بينا في الشخصيه في البتاع ها يعني فرق حضارات. دي تم دي تمام دي تمام. معانا في البتاع البتاع كبير كمان بصير. عالم اصلا على فكرة صح؟ على فكرة انت اخوك كبير عالم. كلمه عالم دي اصلا يعني خد برضه صح. لا لا بنت لذينه صح. لا ولما تعيش معاه كمان سامح ده مختلف تماما. طب بيهزر بقى وكده ولا أيوة. ولا قافش قوي؟ اه بيهزر. سامح ده الوحيد اللي بيلبس شبشب في البيت. بيلبس شبشب في البيت واحنا ما بنلبسش شبشب في الشارع. فاهم قصدي؟ يعني هو بيلبس شبشب جوه البيت فده مش بني ادم. فلو لبسته في الشارع اقلعه يعني واخده كده. طب اتخانقتوا قبل كده خناقه مع بعض؟ ضربتوا بعض؟ انا وعمرو؟ اه لا ومالوش ملكه. ده اللي حصل لي بالظبط. احنا اتضربنا مع بعض. اتضربتوا مع بعض؟ مع بعض الحمد لله. لا فكره الطويل ومالوش كريم برضو مره اتخانقنا الخناقه دي. هو كريم ايه؟ انت عارف كريم صاحبك حبيبي. هو كريم لما تقرب منه كريم بيضحك جدا يعني وعنده تفاصيل. لا بجد والله. جدا. لا يعني كريم كوميديا هي نفس الفصيله. هو دمه خفيف بس هو ايه يعني ايه يعني عايزين الناس ما تعرفش عنه الجانب ده. لا بيضحك جدا. بيضحك جدا بس هو ايه يجي مثلا عنده تفاصيل. كنا ساكنين ايه في الهرم زمان شقه عاديه جدا مش حلوه اصلا. فلما قعدنا بقى عشنا مع ابويا فهو عنده تفصيله يصحى من النوم كان في يعني حد قدنا في السن كده بيساعدنا في البيت وصاحبنا يعني انا بحبه جدا وبيحب كريم. فهو عنده تفصيله يصحى من النوم حضر لي الحمام. حمام ايه؟ الحمام اصلا ما فيهوش سخن. حضر لك ايه؟ هو عايز يبقى الرسمه دي من واحنا صغيرين. هو فاهمها كده. ولما كبر بقى كده يعني هو زي عمرو برضو. عمرو انت عارف ان عمرو قعد سنتين جايب سواق ومعهوش عربيه؟ معهوش عربيه. والله العظيم والله العظيم اقسم بالله كانوا بيتكلموا مع بعض. كان معايا محمد ده ربنا يمسيه بالخير. كنا بنركب انا وهو تاكس. والله وكان بيفتح له سواق الاوبر بيفتح له الاوبر. حلوه جدا اقسم بالله. لا يعني انت فاكرها ان انا بنرمي افيه ليه بقى؟ والله العظيم كنت عايز احس الاحساس ده فعلا. والله العظيم حاسس ان مش هيجي لي فانا هعمله فقلت هعمله.
ربنا كرمني لما كنت بشتغل في الاول في الفن بدات ايه اكسب قرشين قلت اجيب سواق الاول قبل العربيه قبل العربيه قبل اي حاجه ارخص كمان المرتب ارخص من العربيه لا ارخص معايا ارخص من المرتب والقصه عشان بيركبوا تاكسي مع بعض وبيفتح له سواق باب التاكسي وسواق ده دي احلى اصلا ولما حبيت اجيب عربيه بقى حصلت كارثه شفت عشان شبه انا بتكلم يعني شبه كاري شبه جدا كاري جدا يعني جدا فاهم الموضوع بس مش ايوه يعني ولازم مش تقرب منهم عشان تفهم بيهزروا ازاي كان في شركه عامله عربيات بالقسط اعلان في الجورنال كده انا قلت ايه بدات تسقسق معايا هنزل بقى اشتري عربيه بالقسط اللي هو بدون مقدم يقول لك بدون مقدم ادفع طبعا كانت طالعه شرسه قوي بس بتاع بتدي له ان انت شغال في كذا ومش عارف ايه وحاجات زي كده رحت رايح يا باشا مال استماره حاطط 1000 جنيه بيعملوا حاجه اسمها استعلامات 1000 جنيه استعلامات فراح سال فالراجل اور راح خد بعضه وراح خبط على الست اللي تحتينا الست دي كانت ست من الصعيد وغلبانه جدا وما بتعرفش تقرا وتكتب وطيبه جدا راحت فتحت الراجل شكله امين شرطه ففتحت اتخضت قال لها انا عايز اسال على واحد اسمه عمرو سعد قلت له ده غلبان ده لا ياكل ده مجنن امه ده مجنن امه يا بيه وربنا دول الناس غلابه قوي راحت ال 1000 جنيه راحت ال 1000 جنيه راحت ال 1000 جنيه طبعا الاستعلام راح راحت ال 1000 جنيه اه والله تخدمك دي جامده جدا فكملت مع محمد بقى بواجهه بس يعني تلاقيه جاي معاك واقف فمحمد روح حتى كذا حضر لك انت جاهز مش عايز المنتج ينزل معاك عشان ما يشوفش ان انت بتوقف تاكسي لا مفيش انا بقول انت جاهز بس كده بس ينزل يوقف تاكسي لا فاهمي بقى ادينا واحده كزورات انت حكينا عن كريم حكينا عن كريم ادينا بقى حاجات عن كزوراتك كزوراتك انت مره انا وكريم شفنا عفريت حقيقي اقسم بالله والله العظيم اسال كريم حتى كنا نايمين وبعدين في بيتنا القديم فنايمين وبتاع وامي ايه في الدور اللي تحت كان بيت دورين كده فامي كانت في الدور اللي تحت وبعدين انا نايم وهو نايم السريرين حرف ال وابن عمي نايم جنبه فبنتكلم كده والنور ضعيف خارج داخل من الباب كده لقيت واحده داخله فيزيكلي شكلها مش الست اللي ايه اللي معانا في البيت فانا مش فاهم فعمال اناديها باسمها ما بت ايه ما بتردش وداخله لي سلويت كده وبعدين قامت لفه وايه وماشي وماشي ورا فانا طبعا قمت قايم ايه ماشي وراه عايز اعرف ده ايه فاهم يعني عايز نفسي تطلع لا ده التجاري مش انا نفسي تطلع دي عشان اعرف انام يعني مش تطلع دي عشان اعرف مش عايز اواجه بعد كده في النادي خرجت ما لقيتهاش في النادي والامي تحت اقول لها ماما قولي لي اللي عندك دي ما تخوفناش ومش قالت لي دي واقفه معايا من الصبح قلت لها من الصبح يا نهار اسود وبعدين بقى بداوا بس يقولوا لي فايه انا اصلا عندي حاجه خايف دلوقتي كريم ما اعترفش ان كان معاه واحده زمان ما بيتكلمش في موضوع كريم ما بيتكلمش في عفاريت ما بيتكلمش في موت ما بيتكلمش في الحاجات دي لا 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 خالص ما بيتكلموش في كده فانا بقى بالنسبه لي ايه بداوا يقولوا لي على فكره الست دي اعجبت بيك و هتجيلك مكمله مكمله معاك بس طبعا مش مصدق الكلام ده يعني بس دي المره على فكره يعني ممكن تعجب بيك عفريته جدا حصلت لك لانك نفس الشكل بقى حصلت لك يا انا يا اسس على فكره ممكن يكون طالع لك في اي اسس ممكن يكون مش حقيقي بس انت برضه يعني برضه ايه عارف برضه موقف كزرات الطفوله بتاعه راقي لا والله العظيم لذيذ لا كلمة على الغش 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 انا كنت يا باشا على الكزرات المالو بقى الغش كزرات المالو انا يا باشا احكي لك مثلا مره كنت عايز نفسي ابقى يعني كويس في الانجليش وكده وعايز اخد كورس فقلت انا لازم اطور من نفسي واخد كورس انجليش فين يا جماعه احسن مكان ممكن اخد فيه كورس قالوا لي البريتش كونسل كده قلت لهم ماشي رحت حجزت طلع عندي ميعاد بعد شهر ونص قلت مش مشكله وانا اصلا ما عنديش الموضوع ده مش حاجه اسمها يعني بعد 3 ايام هنسى كل حاجه فاتت ففضلت مستني ودؤوب جدا لحد ما كلموني قالوا لي تعالى الميعاد في اختبار ايه ليفل دخلت اختبار الليفل بيبقى مثلا حوالي ناس قاعدين كده مربعين قاعد جنبي واحده روسيه غشيت منها كل الامتحان فاهمني فرحت طلعت ليفل 6 فاهمني فدخلت البتاع مش فاهم حاجه خالص مش عارف تقول ما عايز اشرح مش عارف اقول اي حاجه عطشت هتموت انا بالنسبه لي امتحان ده امتحان ليفل يا غبي بالنسبه لي امتحان يعني غش يعني نقلت منها كل
لا انا مره كان في ايه، كنت انا صغير بحب الاجانب جدا، البنات الاجانب. وانت كبير؟ وانا كبير بحب كله. وانا كبير بحب كله. كل الحاجات. فايه، فكان في كافيه كده جنب السكن بتاع الجامعه الامريكيه، كان اسمه كافيه دو باري. فانا قاعد فيه وايه، وفي واحده اجنبيه قمر قاعده لا يمكن يعني تبقى غبيه جدا لو وافقت طبعا جدا. وساعتها كمان حتى انت لو ممثل ولا ما معكش حاجه تاكل بيها عيش خالص. المهم هي قامت وايه، حسيتها ايه دايخه شويه، قامت واقفه فرصه عمري طبعا تقع بقى جدع فاهم يعني، يا رب تقع. قامت واقعه، فقمت ايه مسندها ومفوقها ومش عارف ايه وميه ومسندها لحد اول بتاع ماشي دقيقه لحد السكن ده. فرحان بقى خلاص عملت طبعا تشكر. خلاص قامت مطلعه 20 جنيه مديها ايه. يا جماعه والله العظيم ثلاثه مش هقدر ارد عليكم غير رد واحد. محمد الاغنيه دي بصراحه انا هقولها، دي اغنيه مخزون في فيلم احمد فهمي الاخير يعني. بصراحه شكرا على النجاح الساحق ده. انا اللي شكرا والله العظيم. والله شكرا يا احمد، انت وقفت جنبي الفيلم اللي فات وقفه جامده جدا، جيت لي من غير ما تسال على اي حاجه وسافرت لي لحد قبرص والله العظيم. والاغنيه كانت سبب كبير جدا في نجاح الفيلم وحياه ربنا والله يعني، مش عشان حاجه بس انا كان في فلوس بس كده من حرق صوت. يلا بينا. هو انا مكتوب على وشي تعالى جرحني وامشي، طب اكلم مين يلحقني اصرف عني معلش، اختياراتي مدمره حياتي حياتي، اختياراتي مدمره حياتي كده ليه، اختياراتي مدمره حياتي، اختياراتي مدمره حياتي حياتي ليه، مغناطيس لناس غريبه ليه، شاف حاجات عجيبة ليه، انا مغناطيس لناس غريبة ليه، والقلب شاف حاجات عجيبة ليه، كل مرة تندل توبة وترميني في حضن المصيبة، المصيبة ليه. حبيبي يا عمور مش فاتح تاني الباب، ده انا كل ما جاي بيه باب ياما، وازاي انا وانت عليهم ودي خلقه يا ناس تتساب، اختياراتي مدمرة حياتي حياتي، اختياراتي مدمرة حياتي كده ليه، اختياراتي مدمرة حياتي، اختياراتي مدمرة حياتي حياتي ليه، مغناطيس لناس غريبة ليه، والقلب شاف حاجة عجيبة ليه، أنا مغناطيس لناس غريبة ليه، والقلب شاف حاجات عجيبة ليه، كل مرة تندل توبة وترميني بحضن المصيبة، المصيبة ليه. الله. شكرا جدا عم العالم والله العظيم، حلقة جميلة نورت بصدق جدا جدا والله، اخواتي وحبايبي والله مبسوط ان انا جبتك فوق انت بقيت معانا واحد عسل والله بصدق. يلا بقيت معانا يلا يلا يا ماما.